لا جودة التعليم كتحدي ولا جودة الصحة العامة كتحدي، قدرات الدولة المصرية بمنتهى الصراحة. كنت دايما أقول ده للناس اللي بتسمعني، بقول دولة زي مصر عايزة تريليون دولار تصرفه موزع كل سنة. تريليون دولار يعني كام؟ يعني ما يقرب من مثلا 20 تريليون جنيه. طب هل المبلغ ده متاح؟ لا. طب نصه متاح؟ لا. طب ربعه متاح؟ لا، مش متاح. كل دولة لها ظروفها. إذن الحكومات اللي بتتعامل مع القضايا ديت بتبقى عايزة تحل، وأنا كان تقديري للموضوع هو حل بالمبادرات بأفكار. ودايما أقول اللي ظروفه صعبة يفكر، واللي ظروفه مش كده ممكن يفكر ويبقى أفضل. لكن أنا بتكلم على دولة زي مصر كتجربة أنا بقولها لكم. طيب إحنا عايشين كتحدي آخر على شريط ضيق من أسوان لإسكندرية. الكلام ده بقاله قد إيه؟ بقاله أكتر من 150 سنة. اللي هو الشريط المحاذي للنيل. كان مناسب أيام محمد علي من 150-160 سنة إن يبقى فيه 4 مليون عايشين. بس ما بقاش مناسب ساعة لما خدنا القرار إن يبقى موجود 81 ولا 82 مليون في نفس المكان. طب ده عمل تحدي؟ طبعًا. عمل تحدي بيئي بقى؟ طبعا. عمل تحدي في العشوائيات والتخطيط العمراني؟ عمل. عمل تحدي في التنمية العمرانية؟ عمل. طيب انا كل ده بجاوب على سؤال العصر الاول. نعم. استنى بس يا سيبني يا فيصل. انا في نفس انا ما صدقت يا فيصل في السياق، وانا ما صدقت ايضا قبلك فقامت الرئيس.